السلام عليكم. اهلا اهلا يا حبيبين، معاكم ريم. في الفيديو ده هنفتح مع بعض صندوق ايباد برو ام 1. كمان هوريكم ازاي نغير ايقونات التطبيقات، وهعمل لكم جوله سريعه فيه، وهوريكم ايه اكتر التطبيقات اللي بستخدمها. بالنسبه للمقاس اللي اخترت مقاس 11 انش عشان يكون عملي بالنسبة لي في الرسم، أقدر أخده معايا الجامعة، فهيكون حجمه صغير. ومساحة تخزينه حوالي 500 وي، وده لأن أنا أكتر حاجة هستخدمه في المونتاج، وده بيستهلك مساحة كبيرة جدا جدا في الفيديوهات والبرامج وهكذا. اخترت يكون من غير شريحة، وده لأن بيفرق جدا في السعر، وكمان مش عملية بالنسبة لي لأن الشريحة في موبايلي. بالنسبة للحاجات اللي كانت مضايقاني، وهي ان وصلة الايباد مختلفة عن وصلة الايفون، فبتبقى رخمة يعني، لانكم مش هتقدروا ان انتوا تشحنوا الايفون بالايباد ويوفر عليكم. لا، استخدمت السكرينة عادية لحد ما ادور على السكرينة اللي هي بتديكوا ملمس الورقة، فاعتقد يعني دي هتكون افضل بكتير، علشان لما اجي استخدم معاه القلم هيكون احس انه هيكون افضل بالنسبة لي، وحتى الملمس هيكون احسن. وبالنسبة للقلم اللي جبته فهو الجيل الثاني. كنت متعودة ان انا بستخدم القلم اللي هو الجيل الاول، بس لما استخدمت الجيل التاني حسيت ان هو ارفع، وحسيت انه بيتزحلق من ايدي، بس لما جبت له الكفر ده ساعدني اكتر. علشان القلم يشحن لازم تكونوا شايلين كفر الايباد مش كفر القلم. حبيت الكفر يكون شكله كده بسيط، فحطيت عليه ستيكر صغيرة، ما حبيتش يكون اوفر. اول حاجة هنحتاج ان احنا نعمله تحديث، وبعد كده نبدأ نغير بقى في شكله. فتحت الاب ستور وبدأت ان انا انزل كل التطبيقات اللي انا عايزاها، بغض النظر ان انا كنت ببحث عن الانستجرام، بس انا قررت ان انا منزلش تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي، واحاول استخدمه بشكل انتاجي اكتر. بعد كده هفتح برنامج بينترست، وهو اكتر برنامج انا بتكلم عنه. المهم هفتح، وبعد كده هبحث ب جرين وول بيبر او جرين باك جراوند، وبس هختار منهم صورتين هستخدمهم للخلفية. بحب ان انا ابحث بالانجليزي لانه بتطلع لي يعني صور اكتر، وبشوفها ان هي احسن، بس تقدروا تبحثوا باي لهجة او اي لغة. قصدي وبس اخترت الصورة، وبعدين عدلتها، غيرت يعني شقلبتها كده وخليتها على شاشة الايباد اللي هي الشاشة الرئيسية. بعد كده هبدا اغير بقى الحاجات اللي هي بتكون ظاهره كده في الجنب. هحتاج برنامج هنزله من الاب ستور اسمه ويدجت سميث. البرنامج ده هو اللي انا هعمل بيه بقى الجزء ده.
هدخل على البرنامج، هيكون في عندي 3 خيارات، في كده او 3 احجام، صغير وسط وكبير. هدخل اول حاجه على الحجم الصغير، هختار اللي انا عايزاه. يعني انا عايزه المربع ده يكون فيه ايه، الساعه او التاريخ او اليوم او درجه الحراره. هختار هل احط صوره من عندي او لا. اخترت واحده ما يكونش عليها حاجه خالص، وبعد كده هحط صوره من عندي وبس. تقدروا تتحكموا بقى، عايزين تحطوا حاجه او ما تحطوش براحتكم. نيجي عند الوسط، كمان برضو تعملوا نفس الحاجة، تختاروا اللي انتوا عايزينها وتضيفوا صورة من عندكم، وتقدروا تغيروا تحطوا لها فريم او تغيروا لونها براحتكم. بعد كده هضغط شوية او هثبت على الشاشة وهدوس على الزائد اللي بيكون من فوق. هضيف اول حاجة صغيرة اللي انا عملتها، هنقلها من مكانها، وتقدروا تعملوا اكتر من واحدة. عشان تغيروها هتدوسوا عليها وتختاروا الرقم اللي انتوا عملتوه او الشكل اللي انتوا عايزينه بالرقم. اتمنى تكونوا فهمتوني. الكبيرة اللي انا هضيفها او اللي هي يعني عشان اضيف حاجة تكون to do list، دايما لما افتح الايباد افتكر الحاجات اللي ورايا. هدخل على برنامج reminders او برنامج التذكيرات. هدخل وهعمل قائمة المهام اليومية اللي انا عايزاها. هتدخلوا هتختاروا زي ما انا عملت، هتختاروا اللون، تكتبوا عايزين عنوان هيكون ايه، وبس هتكتبوا بقى كل حاجة انتوا عايزين تحطوها. وبعد كده هنكرر نفس الطريقة، هندوس على الزائد، هندخل على البرنامج اللي عايزين نضيف منه، فهدخل على برنامج ريمايندرز، وبعدين هختار الحجم. انا عايزة الحجم كبير، علشان كده اخترت الحجم كبير بس، وهحطها. حاليا هبدأ اغير كل الايقونات بتاعه البرامج، بس الاول هشيل كل البرامج اللي انا مش عايزاها تكون في الصفحة الاولى، عشان حابة يكون الصفحة الاولى دي فيها كل البرامج اللي انا بستخدمها، يعني بستخدمها اكتر حاجة. فشلت كل البرامج اللي انا مش عايزاها، وهبدأ دلوقتي ادخل على برنامج شورت كاتس. البرنامج ده هو اللي هبدأ اغير بيه الايقونات بتاعه البرامج. اول حاجة دوست على الزائد دي، بعدين دوست على الدائرة السوداء اللي مكتوب فيها سكريبتينج، وبعدين اوبن اب. هدخل مثلا هختار اي ابلكيشن انا عايزاه، اخترت الكاميرا، هدوس على 3 نقاط دي. بعد كده هكتب اسم التطبيق، انا بكتب نفس اسامي التطبيقات عشان ما تلخبطش، بس تقدروا عادي تغيروا وتكتبوا اي اسم انتوا عايزينه. هدوس على شايفين الشكل بتاع شورت كاتس او اللون الاصفر، هدوس عليه وهختار الصورة اللي انا عايزاها للتطبيق ده، هكبر او هصغر براحتي. اخترت صورة يعني على سبيل المثال، بعدين هكتب اسم التطبيق وخلاص. بعد كده هكتب اد او هضغط على اد وبس. هنخرج من التطبيق، هنلاقي التطبيق اللي احنا عملناه متسجل. اما ندخل عليه هيجيلنا الكاميرا وبس. بعد كده هاخده احطه في المكان اللي انا عايزاه، وهشيل الكاميرا الاساسية دي بعيد. وعلشان نجيب ايقونات للبرامج هندخل على Pinterest، هنكتب مثلا انا عايزة لون هيكون اخضر، فهكتب green icon. هيطلع لي بقى كل الصور او كل التطبيقات باللون الاخضر، او حتى ممكن تعمله زي ما انا عملت، اخدت الصور عادي لونها اخضر مش نفس اللوجو بتاع التطبيق. وبس بدأت احط كل التطبيقات اللي انا عايزاها تكون في الصفحة الاولى، وما حطيتش كتير عشان مش عايزة زحمة. بس هدخل مرة تانية على تطبيق شورت كاتس، هدخل على او هدوس على الزائد، بعد الزائد دوست على الدائرة السوداء اللي محطوط عليها اكس مكتوب عليها سكريبتينج، ضغطت اخترت التطبيق اللي انا عايزاه، كتبت اسم التطبيق، بعدين هدخل على اد تو هوم سكرين، هضيف الصورة، بعد كده هكتب اسم التطبيق. بعد كده ضغطت اد وكده ضاف عندي التطبيق.
وبس كده نكون خلصنا، واخيرا خلصت كل التطبيقات، خليتها بالشكل اللي انا عايزاها، ما غيرتش في كل التطبيقات، بعض التطبيقات خليتها زي ما هي وبس كده اشكلها. حاليا بقى ننتقل لتالت جزء. بالمناسبة دي الصورة اللي انا حطيتها في اللوك سكرين. ننتقل لتالت جزء وهو جولة في ايبادي. اول تطبيق اكيد الاب ستور، مش محتاجة ان انا اتكلم عنه. تاني تطبيق اسمه فونتو، التطبيق ده اتكلمت عنه في الفيديو اللي وريتكم فيه جولة في موبايلي، هسيب لكم تحت الرابط بتاعه. اول حاجة بضيف الصورة اللي انا عايز اضيفها، وبعد كده بكتب الكلام اللي انا عايز اكتبه على الصورة. التطبيق بستخدمه للكتابة لانه هو فيه يعني خطوط كثيرة قوي حلوة، وكمان فيه اكتر من ميزة، زي مثلا انا اقدر اغير في اقوس الكلام، فهمتوني اكيد. بعد كده عندي الصور، بعد الصور عندي برنامج انشوت. البرنامج ده هو اللي انا بمنتج عليه فيديوهاتي، عشان انا دايما بتسأل السؤال ده. البرنامج يعني هو اللي انا بستخدمه للفيديوهات اغلبها، مش كل الفيديوهات بس اغلب الفيديوهات، حتى الفيديو ده منتجه من عليه. هوريكم باختصار اهم الحاجات، هدوس على فيديو، بعد كده هختار فيديوهات، الفيديوهات اللي انا عايزه امنتجها من هنا، بقص بعدين احذف، وبعد كده لو عايزه اضيف كلام بكتب الكلام اللي انا عايزاه، واقدر اغير لونه، اضيف للكلام خلفيه، وكمان اغير الخطوط، وتقدروا كمان تتحملوا خطوط عليه بعد كده. وبس بعد كده الفلاتر، العب في الوان الفيديو. بعدين برنامج كانون كاميرا كونكت، البرنامج ده بستخدمه علشان انقل الفيديوهات والصور من الكاميرا للايباد، وكمان بتابع من عليه ايه اللي شغال على الكاميرا لو هي بعيده عني وانا مش شايفه. بعد كده هو برنامج ريمايندرز اللي انا عملت في الاول من عليه قائمه المهام، او برنامج التذكيرات. في برنامج نوتس رايتر، البرنامج ده يعني حلو جدا وانا اصلا لسه بكتشفه، يعني مثلا محمله عليه بلانر، وكمان في كتب اللي انا محملاها اللي انا بدرس منها. البرنامج تقدروا يعني فيه هايلايت، في الوان كتيره للهايلايت تقدروا تستخدموها. تقدروا تاخدوا اي لقطة من اي مكان وتحطوها جنبيكم كهامش، او حاجة مثلا عايزين ان هي تساعدكم او كده. وكمان تقدروا تعملوا نوت ليكم يعني خاصة بيكم، تقدروا تختاروا اللون، تقدروا تغيروا شكل الورق، وتقدروا كمان تخلوا الورق يكون خطوط او مربعات براحتكم. بعد كده تطبيق سكتش بوك، زي ما انتم شايفين دي يعني رسمة اللي هي بتشوفوها في فيديو في آخر الفيديو على طول. الرسمة دي أنا اللي رسمها، يعني زي ما انتم شايفين التطورات فيها. تطبيق بيكون فيه كده طبقات، وبتضيفوا أول حاجة السكتش أو الورقة اللي انتم هترسموا عليها، في فرش كتير. التطبيق حلو جدا ومناسب جدا للمبتدئين، وتطبيق مجانا، كل التطبيقات اللي أنا وريتها لكم في الفيديو ده مجانا. كل ما بتمسكوا القلم وتميلوه شويه كل ما الخط بيكون ارفع، كل ما بتخلوا القلم كده عمودي كل ما بيكون اتخن. بعد كده تطبيق نوشن، تطبيق نوشن يعني لسه بكتشفه، تطبيق كاب كات. التطبيق ده منتجت عليه كام مره، يعني هو مونتاج بس مش كتير، بس بحب جدا الفلاتر اللي فيه. بعد كده نوت، بعدين فيكس ارت. التطبيق ده هو اللي بعمل بيه كل الصور اللي انتوا بتشوفوها، صور الفيديوهات، بمنتج عليه حتى صوري العاديه. بعد كده استوديو يوتيوب، اللي بربط على تعليقاتكم وبشوف تعليقاتكم على كل الفيديوهات. بينترست اكيد مش هتكلم عنه تاني يعني. وتطبيق في ان ده اللي بعمل عليه كل انتروهات الفيديوهات. بعد كده يوتيوب وزوم، في تطبيق دولينجو يعني بقالي فترة مش بستخدمه بس هو حلو جدا.
تطبيق اسمه تسميع. التطبيق ده حلو جدا جدا لو انتوا يعني ان انتوا تسمعوا عليه لو مفيش حد يسمع لكم. هو شوية آلي، التطبيق هو آلي فهو مش احسن حاجة طبعا، بس ممكن لو غلطتوا في حاجة بيصححها لكم. هنا التطبيقات اللي انا عملت لها حاجات تانية فمجمعاها هنا، وهنا تطبيقات الاي او اس، وفي آلة ما بستخدمهاش كتير بس لان اللي بحملها، وطليق وكانفا. طليق حلو جدا للغات، عليه لغات كتير قوي، وفي كانفا. كانفا يعني برنامج بروفيشنال لو حابين تعملوا يعني تصميم جرافيك وكده. في كمان ادوبي بريمير على الايباد بس انا لسه برضو بكتشفه. وبس الفايلز، واخر حاجة التيمز. وكده انا اكون جبت يعني اخر تطبيق في الايباد وجبت اخري. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. مع السلامة، باي.